هذا ما ينطلع لكم دم بهالشغلة يعني. شو دي شغله الحرام لقب مو ضابطة والله العظيم مو ضابطة يعني. بعدين بخاف يشوفني وشك فيني يعني. لا أحسن شيء إني ما راضه ما راضه. وإذا سألني له أنا ما شفت شيء ما شفت منه شيء منه لا ما شفت شيء لا ابن الكاشي. أليه اسمع ابن الكاشي، فتح أذانك واسمع شو بدي أقول لك. بدي إياك تفتح عيونك مزبوط وتراقب لي الحارة. بدي أعرف مين فايت مين طالع. بدي أنكشو هذا اللي اسمه فادي بطيخ. بدي أعرف وين متخبي. مفهوم؟ مفهوم. أيوه. الحمد لله. يا بي تاكل في الشيء؟ ايه فشي وقرقوطة. قرقوطة ضربت فيك شغلتك. ايه على الكلب تعال هاتي مشاي هون هاتي مشاي. كيفك ابو هادي؟ أهلين أبو نحلة. والله هيك في شغلة بدي لك ياها ما أعرف هون كيف بدي. خير شو في؟ احكي خلصني. بس أنا ما بحب الفاينة يعني، بس هذا أبو معروف حكى على بنت أختك إنه هو ريحته. لك الله يلعن الساعة اللي صاهرنا فيها. أنت سمعته بإذنك عم يحكي هيك لك أبو نحلة؟ لك مو بس هيك أبو عادل، مو بس هيك، حكى على أختك وبنتها وإنهن بدون تربقي. اسمعوا لأبو نحلة، أنا ما بسمح له لأبو معروف يجيب معدل أختي وتربيتها وتربية بنتها ابنه. وأنا بخليه يطلقها ورجله فوق رقبته. طلقها لأنه هو لعن الساعة اللي صاهركم فيها وحكى عليكم شروي قوي. سيدي خليه يلاقي نسب يتحمله مثل ما تحملته أختي وبنتها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم على هي العالم. كيف تعمل فتن بترمي بلاء بين الناس؟ الله يستفيد فيك. الله يستفيد. روح عنا أبو نحلة، روح عنا. الله يستفيد فيك كمان. لك يخرب بيتك وبيت بيتك يا أبو معروف. شو واطي واطي.